بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. مساء الفل، النهارده ان شاء الله معانا هيونداي توسان. بسم الله ما شاء الله، عملنا فرش الكراسي بس، ما عملناش اي حاجه ثانيه خالص، ولا ابواب ولا كونسول ولا طاره ولا ارضيه ولا اي حاجه خالص. صاحب السياره معانا فرش اسود، تطعيم جملي محمر ميل قريب للون العربيه. لون العربيه زي ما حضرتك شايف معايا النحاسي، لون مختلف وغريب، فهو اختار اقرب حاجه له، مع خيط اورنج مع تصميم بالمكنه العاديه. طبعا انت كصاحب سياره ليك حريه الاختيار، تختار الفرش كلون واحد او لونين، تختار لون الخيط، تختار التصميم او الديزاين، سواء مكنه عاديه اي ديزاين بالمكنه الكمبيوتر، حتى لو مخصوص هنعمله لك. مش عايز اي ديزاين، ما تحبش شغل الخياطه وعايز فرش زي الاصلي، برضو اختار اللي انت عايزه. احنا عندنا غرستنا بالتقسيم ده كله بفضل الله من غير ما نقطع ولا نخرم في الاصلي، وعندنا استعداد نشيل الفرش ده ووريك الاصل سليم ولا لا، لانها بقالك شغل مش كلام. شده الكرسي هتقعد مهما تقعد على الكرسي، ولا يهرر ولا يكشكش ولا يحتاج يتشد، غرزه مسطره سواء في شغل الابره الواحده او في شغل الابرتين. طبعا دي كراسي الباك، العربيه دايره قدام حضرتك، مفيش لمبه ارباك منوره ولا لمبه اعطال، والاهم من اللمبه سواء منوره او لا ان الفرش نفسه يكون مجهز للارباك. حاجات كتير بوريها لك على الطبيعه وبفهمك بالتحديد في المنطقه دي بنعمل ايه، عشان لا قدر الله لو الارباك هيطلع الفرش ما يعملش اعاقه. خلينا نفتح لك باب وجنب جنب كانك قدام العربيه ما شاء الله. لو لقيت اي ملحوظه اقول على طول ما شاء الله. بص الغرزه اللي في الدوران نفس الكلام نفس الكلام. خلينا افتح لك الفلاش اهو، نفس الكلام. نخدع فتحات الحزامات اللي اتعودت عليها، ظهر الكرسي في التوسان بيكون فبر ما شاء الله. بسم الله. بص الغرزه اللي في الدوران، بفهمك وبعرفك وبقرب لك وبوريك، عشان لا قدر الله لو ما حصلش نصيب شغل بينا يبقى انت عارف انت بتعمل شغل ازاي. شوف شغل الابره الواحده، ويبقى انت بتستلم ازاي، لانك هتدفع فلوس فلازم قيمه مقابل سعر. هذه الغرزه، شدة الكرسي، تقسيم هونداي توسان، فرش اسود متطعم بجملي اورنج مع تصميم مكنه عاديه، كراسي بس. اسف لو طولت عليكم، اتمنى تتابعونا على طول وما تزهقوش مننا. اشكركم شكرا جزيلا، السلام عليكم.